احلى كوره واحلى متعه ومبسوطين، والشعب المصري كله مبسوط، ويعني مش مصدقين ان ازاي المنتخب الجزائري بعد يعني بعد غياب سنتين وعدم الصعود لكاس العالم الاخيره ازاي لموا نفسهم وازاي عملوا منتخب قوي وازاي بيقدم احلى كوره. وشايف ان منتخب السنغال مش بقوه المنتخب النيجيري، وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب الجزائري يكون في يعني في يومه وفي قوته وفي لياقته البدنيه ولياقته الفنيه. اعتقد انه مش هيلاقي مشاكل خالص في حظ اللقب باذن الله. لاعب الارتكاز عدلان اللي في نص الملعب، لعيب محترم محترم بكل المقاييس،